نبدا بقى ناخد شويه دوائر رياضيه بسيطه، زي مثلا الجذر التربيعي، زي الاكسبوننشال، زي اللوغاريتم، زي الحاجات اللي احنا بناخدها في الرياضه دي. لو انا عايز اقول له جذر التربيعي مثلا 16 اكتبها ازاي؟ انا ما عنديش علامه جذر، احنا محكومين بالكيبورد اللي قدامنا دي. الدوائر بقى سكوير روت اس كيو ار تي، معناها اختصارها سكوير روت، افتح قوس واقفله وحط هنا اللي انت عايزه، قول له مثلا سكوير روت اوف 16 يجيب لك 4. طبعا هنا هتخزن في الانسر، ولا انت عايز تخزنه في فاريبل خزن. ايه تاني دوائر احنا عايزينها؟ الاس، احنا ما تعملناش بقى الاس، يعني مثلا 12 اس 2 مثلا، الاس دي اجيبها منين؟ فقال لك الاس دي مش داله، دي ليها علامه زي الزائد والناقص والجمع والطرح، اللي هي العلامه دي اللي هي شيفت مع 6، دي معناها اس 12 اس 2 كده يديك 144. 16 سكوير روت بتاع 16 اللي هو 16 اس نص، 16 اس نص دي 4، 16 اس نص دي لي كام؟ لا دي ما تديش 4 ليه؟ ايوه ترتيب العمليات بقى، دي كده معناها 16 اس 1 على 2. فالمفروض تحط هنا ايه؟ لو انت ناوي تعملها يعني، لو عايز تجيب مثلا الجذر التكعيبي، فما تنساش بس تحط القوس ده، مش تحط القوس كويس؟ محتاجين نعمل ايه تاني؟ نعمل مثلا اللين، اللين دي للاساس الطبيعي صح؟ اللي هي الاي، اللين عندنا بنكتبها لوج عادي كده، ده اللي هو الاساس الطبيعي يعني، اللي هو اللوج 10 مثلا، ده معناها لين 10. احنا متعودين على ان اللوج دي هي اللوج للاساس 10، ها؟ لا دي اللين، دي على فكره مدارس رياضيه في ناس بتشتغلها كده، في ناس بتسالها كده، في ناس بتكتب اللين وفي ناس فاهم القصد؟ فهم ماشيين بالمدرسه دي، ويمكن في كل لغات البرمجه بقى، اي لغه برمجه هتقابلكم بعد كده كلمه لوج دي معناها الاساس الطبيعي، الاساس ايه؟ سمول. تقول لك لا ما اعرفه يعني، ممكن مع الوقت تلاقيها ظبطت، بس احنا دايما بالسمول يعني. يعني هو مثلا اقول لك حاجه، الاقواس دي كده دي كده، كان لازم تبقى اقواس دائريه في فتره من الفترات، بعدين قال لك لا خلاص ممكن تحطها اقواس مربعه عادي. فهو الماتلاب مع الوقت بيسهل الدنيا، بس احنا بنتكلم على الاصح، لا الصح ان هي تبقى كلها سمول ماشي. احنا كنا بنقول ان اللوج دي هي اللين بتاعتنا، دي اللوج الاساس الطبيعي اللي هي 2.7 واحد، المفروض هي تديني حاجه قريبه من الواحد دي صح كده، حاجه كده بالشكل ده. خلينا بس ناخد اساس 10 اللي احنا متعودين عليه، فبنكتبها كده لوج 10، لوج 10 لل 100 المفروض دي تديني كام؟ لوج 10 لل 100 معناها 10 اس كام تديني 100؟ تديني 2. عندنا برضو لوج 2، لان 2 دي حاجه برضو مهمه بالنسبه لنا، 256 128 64 اللي احنا بنتعامل بيها بالنظام الباينري دي، مثلا 1024، 1024 دي هي 2.10، فمعناها ايه؟ 10. مش كل الاساسات موجوده المشهوره 10 و2، انت عايز تقول مثلا لوج 3 مثلا، مفيش حاجه اسمها لوج 3 دي 9 مثلا، يقول لك انا ما اعرفش لوج 3 دي ليه معناها ايه. الجا للرياضه بقى، الرياضه بتقول لك لوج 9 للاساس 3 معناها هات اي لوج تاني لاي اساس تاني، قول له لوج 9 على لوج 3 دي كده هتديك 2 صح كده؟ تديك 2. اشتغل بقى بالرياضه، دول اللي موجودين احنا مش عاملين لك كل حاجه، احنا عاملين لك دول بس، وانت بقى اتعامل بيه كويس. طالما اتكلمنا عن اللوج واللين، ممكن نتكلم عن اي اس دي بنعملها اكسبوننشال، مش بنكتبها اي اس، بنكتبها اكسبوننشال اوف 1 مثلا، دي هي معناها اي اس 1 اللي هي تدي 2.7، اي اس سالب 1 وهكذا. ممكن طبعا تحط في الحاجات دي اكس واي، تتعامل بقى بالفاريبلز عادي جدا، عوض بالفاريبلز، ممكن في اللوج وفي اللين وفي كل الحاجات دي كلها تحط فاريبلز زي ما انت عايز، مش مشكله. الابسوليوت فاليو اي بي اس اوف سالب 12 كده تديك 12، دي معناها شيل العلامه. ممكن مثلا يجي لك انبوت انت مش عارف قيمته عامله ازاي، فانت لازم تشيل منه العلامه وهكذا، ممكن تحتاجها في اي حاجه. الدوائر المثلثيه ساين وكوزاين والتان والحاجات دي كلها برضو زي ما انت بتكتبها بالظبط، ساين اوف 30 بكام؟ طب ما طلعتش نص ليه؟ مش لازم تكون بالراديان صح؟ لازم الزاويه اللي جوه هنا تكون بالراديان بالنظام الدائري، فلازم تقول له 30 مثلا في باي على 180 ديك نص يعني. او عندك حل تاني تقول له ايه؟ ساين دي، بدل ما تقعد تكتب كل الكلام ده قول له ساين دي، يعني هات لي الساين حيث انا مديك الزاويه بالديجري دي، يعني ديجري يعني تديك نص برضه. وطبعا الكوزاين والتان والسك والكوسك وكل التفاصيل دي كلها اللي هم دول اهو، ساين كوزاين تان سك كوسك كوتان، كتبتهم كده يبقى لازم الحاجه اللي جوه هنا تبقى بالنظام الدايري، عشان كده هحطها لك في فاريبل اسمه اكس اهو في الاول، ومحولها 30 في باي على 180 بدل قيمه الانجل، وبعدين جايب لها الساين والكوزاين وكل التفاصيل. طيب عايز تجيبها بقى بالديجري، اي واحده من دول حط فيها حرف الدي في الاخر هنا، اي واحده دي 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 ماشي. طبعا رياضيا سك دي دي مالهاش معنى رياضيا، لكن الماتلاب هنا بقى بيسهل عليك العمل. طيب الانفرس، الانفرس بتاع الساين يعني ساين ماينس 1 بنكتبها ازاي؟ اقول له ايه ساين، اكتب اي زاويه مثلثيه وقول له ايه يعني معناها الانفرس، وادي له النص كده
يعني هات لي الزاوية اللي الساين بتاعها نص تدي كم؟ 30. بس دي لك الزاوية بالراديان، دي الراديان اللي هي 30 دي اللي هي 180 على 6 باي على 6. يعني انت لو جبتها كده وضربتها في 180 على باي عشان تحولها الى راديان 30 اهو، او تيجي تقول له بقى لا خلاص انا مش هعمل الكلام ده وهقول له ايه ساين دي، معناها كده ايه؟ هات لي الزاويه الساين بتاعها نص بالديجري، واخد بالك؟ فايه ساين دي كلمه واحده كده، ما تفصلهمش.